السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثبت رجلك. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت على ضرورة وجود مرحلة الإله يحاسبنا فيها ويقتص من المظلوم الظالم ويحسن إلى المحسن ويعاقب المسيء. فهل بالمنطق كده هينفع الإله بعدله الكامل ينفع يحاسبنا من غير ما ينزل لنا القوانين اللي هيحاسبنا عليها؟ هضرب لكم مثال دنيوي. هل ينفع في أي دولة محترمة واحد يكون ماشي في الشارع الشرطة تمسكه وتقبض عليه ويتقدم للمحاكمة ويتحاكم فعلا من غير ما يعرف القانون اللي هو بيتحاكم على أساسه؟ طبعا ده مستحيل. ليه؟ لأن ده ظلم، ومفيش دولة محترمة بتطبق الظلم ده. يبقى العدل بيستلزم وجود قوانين وإعلام المكلفين بيها قبل ما يتم تطبيقها، وهو ده بالظبط مبدأ الوحي الإلهي. فما دمنا بنؤمن بالعدل الإلهي وبنؤمن باليوم الآخر، ده بيلزمنا بالإيمان بالوحي. وزي ما الإيمان بالإله من غير الإيمان باليوم الآخر يستلزم الطعن في عدل الإله، كذلك الإيمان باليوم الآخر من غير الإيمان بالوحي يستلزم الطعن في عدل الإله سبحانه وتعالى عن ذلك. يبقى تلخيص لكل اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت لحد دلوقتي: الله عز وجل موجود، له وجود حقيقي، الله عز وجل يتصف بالكمال المطلق، الله عز وجل من عدله أنه يحاسبنا في اليوم الآخر على أعمالنا الاختيارية في الدنيا سواء كانت أعمال حسنة أو أعمال سيئة، الله عز وجل من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه بيعرفنا القوانين اللي هيحاسبنا عليها في اليوم الآخر. طيب يبقى دلوقتي السؤال: إزاي نقدر نميز ما بين الوحي الصحيح والوحي الباطل؟ وكمان إزاي نقدر نحدد الدين الصحيح؟ خلينا نتكلم بمثال. لو أنت كنت في العصور القديمة وجالك واحد بيقول لك انا معايا رسالة من الله، الوحي اللي كنا اتكلمنا عنه، ايه الخطوات والشروط اللي هتفكر فيها علشان تتأكد تشوف الراجل ده صادق ولا كذاب في ادعائه؟ اول حاجة هتفكر فيها انك تشوف هل الشخص ده اللي جاي لك بالرسالة يتصف بكمال الاخلاق ولا لا. ان مستحيل ان الله عز وجل يرسل شخص يتصف بصفات تعيبه وتخليني اشك انه يكون مرسل من عند الله. تاني حاجة، لما يكون راجل جاي يقول لك انا موصول بالاله ومرسل من عند الاله، طبيعي لازم يكون الاله مديله كارت او مديله دليل ان هو مرسل من عنده، ان هو متصل به، وهو ده منطق المعجزات. المعجزة هي ايه؟ هي شيء خارق للعادة الله عز وجل يجريها على يد النبي اثباتا انه متصل بالاله. علشان كده المعجزة لازم يتوفر فيها شرطين: ان هي تكون خارقة للعادة يعني البشر ما يقدروش يعملوها، تاني حاجة ان الله يجريها على يد شخص مدعي للنبوة. يعني مثلا لما يجي لك شخص ويقول لك انا نبي ومعجزتي ان انا بعمل عمليات اشفي بها الناس، هل ده هيكون فعلا نبي؟ هل اللي هو بيعمله ده هتكون معجزة؟ اكيد لا. ليه؟ لانها امر طبيعي بالنسبة للبشر. كذلك لما يجي لك شخص يقول لك ان انا بشفي لكن لم يدعي النبوة، زي مثلا بعض السحرة لما بيعملوا بعض الخوارق العادات، ده برضو ما بيكونش نبي. ليه؟ لانه لم يدعي النبوة. علشان كده لازم يتوافر الشرطين دول في اي معجزة: رقم واحد ان يكون اللي يجي بالمعجزة دي ادعى النبوة، فبتيجي المعجزة بتأكد ان هو فعلا نبي وانه موصول بالوحي. تاني حاجة ان يكون المعجزة اللي هو جاي بيها دي خارقة للعادة ولا يستطيع البشر ان يأتوا بمثلها. تالت خطوة هنفكر فيها علشان نتأكد ان الشخص ده نبي ولا لا، ان هو يجيلي باخبار مستقبلية صادقة. ويا جماعة كلمة نبي اصلا معناها شخص بيتنبأ باخبار مستقبلية ولازم تتحقق. طيب لو الاخبار دي ما تحققتش، يبقى حاجة من الاتنين: اما ان هو يكون كذاب في ادعائه، او ان يكون اللي بيكلمه شيطان مش اله. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ازاي نتأكد ان الشخص اللي جاي لي بالرسالة دي نبي فعلا. طيب لازم تتوفر في الرسالة نفسها كمان شرطين. ايه هما؟ رقم واحد ان الافكار والعقائد اللي في الرسالة دي لازم تكون افكار منطقية، لازم تكون عقائد منطقية. يعني احنا اتفقنا بالمنطق في الحلقات اللي قبل كده، اثبتنا الوجود الالهي، اثبتنا الكمال الالهي، اثبتنا المرحلة التالية اللي الله عز وجل يحاسبنا فيها على اعمالنا، واثبتنا الوحي. يبقى بالمنطق كده ما ينفعش تيجي رسالة تقول لك مفيش مرحلة قادمة للحساب، ما ينفعش تيجي رسالة تتهم الاله بالنقص. ودي اول حاجة نتأكد بيها
من صحة الرسالة إن تكون العقائد اللي فيها عقائد منطقية. تاني حاجة إن تكون الأوامر اللي في الرسالة قابلة للتنفيذ. ما هو برضو مش منطقي إن تيجي رسالة تقول لك ما تقتطعش جزء من السماء، أو تقول لك اقتطع جزء من السماء. الحالتين مستحيلين التنفيذ، فطبيعي إن مش هتيجي رسالة تأمرك بما لا تستطيع. طيب تأكدنا دلوقتي الرسالة الإلهية دي بتكون صفاتها إيه؟ بس أصلا مثالي كان بيتكلمك بيقول لك لو أنت كنت في أيام زمان وجالك واحد بيقول لك كده. بس إحنا دلوقتي مفيش أنبياء، إزاي نقدر نتأكد الدين ده صح ولا غلط؟ برضو بالتفكير المنطقي هنلاقي إن الدين الصحيح لازم تتوفر فيه 3 شروط. الشرط الأول إن يكون مبني على وحي إلهي. مش معقول واحد هيعمل لك فلسفة ويقول لك طريقة بتفكيره الشخصي ويعتبر ده دين صحيح. تاني حاجة إن يكون الوحي الإلهي ده محفوظ، تم حفظه من أيام النبي لحد دلوقتي، لحد ما وصل لك أنت، علشان تتأكد إن اللي وصلك ده هو الوحي الإلهي المظبوط. تالت حاجة إنك تتأكد إنك أنت فاهم الرسالة دي زي ما كان النبي نفسه بيعلم قومه وأصحابه. وبكده لو دينك بتتوفر فيه الـ3 شروط دول، ان يكون مبني على وحي الهي، ان يكون الوحي الالهي محفوظ، ان يكون الفهم زي ما النبي فهم قومه، كده تتأكد ان انت دينك صح. ولا عجب ان الـ3 شروط دول متوفرين في الاسلام ولم تتحقق في اي دين اخر الا الاسلام. وانا عارف مبدئيا ان الادعاء ده هتحاسب عليه وهيقولولي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، او على الاقل هيقولوا البينة على من ادعى، وانا مستعد لاثبات كلامي. ولكن في الحلقات الجايه ان شاء الله تابعونا على قناه البينة على الفيسبوك وعلى قناه على بصيره، ولا تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتابعونا دايما في برنامج ثبت رجلك.